الزواج هو مؤسسة اجتماعية تجمع كل اثنين حتى يبتدون حياة زوجية سعيدة، وبالتأكيد هالمؤسسة لها قواعد، ولكن لكل قاعدة شواذ. نشوف مرات يكون فارق العمر كلش كبير بين الرجل والمرأة، بحيث يستغرب المجتمع ليش تم هالزواج، ويشوفون بأن زواج البنت الصغيرة من رجال كبير بالعمر يعتبر صفقة من البائع، وهو الأب والشاري الزوج بسبب الفلوس، والضحية به هي الزوجة. لكن السؤال هو، هذا الزواج هل هو زواج مصالح مادية أم هو زواج متكافئ؟ المجتمع يلوم البنت الصغيرة اللي تتزوج من رجال يكبرها بهواية بالعمر، والبعض يلوم أهلها ويتهمهم ببيعها كأنها سلعة تنباع بالسوق، وخصوصا إذا كان الزوج الكبير صاحب أموال كبيرة. لكن الأهم من كل هذا أنه هذه الظاهرة هي حقيقة وواقع وموجودة بالمجتمع وبصورة واسعة وعلى كافة المستويات. وأيضا العكس موجود، نشوف نساء هواية يتزوجون شباب أصغر من عمرهم بفارق عمر كبير. يا ترى هل تنجح هكذا علاقات؟ فبرأيكم منو الخاسر ومنو الرابح بين هذه الأطراف؟